أتشرف بأن ينضم لنا في هذه التغطية سعادة مطر النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت الشقيقة. سعادة السفير، مرحبا بك معنا في هذه التغطية. نعزيكم أولا ونعزي أنفسنا ونعزي دولة الكويت الشقيقة بهذا المصاب الجلل. حياك الله حامد، فعلا نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الكويت الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية بهذا المصاب الجلل، الفقيد الأمتين المغفور له الشيخ نواف الأحمد الصباح، رجل التواضع والإنسانية. نعم سعادتك، اليوم عندما نتحدث عن شخصيته رحمه الله، اتسم بالتواضع ومحبة الجميع، أفنى حياته في خدمة وطنه، كان رمزا من رموز التواضع ورمزا من رموز الإخلاص دوما في وطنه ومحيطه الخليجي والعربي. ماذا يمكن أن نقول في هذا اليوم؟ لا شك أن بفقدان المغفور له الشيخ نواف الذي يعني عاصر يعني المغفور له الشيخ جابر والمغفور له الشيخ صباح خلال الفترة الماضية، وكان له حقيقة دور كبير في مسيرة التنمية ومسيرة العمل الخليجي المشترك. رجل الله يغفر له ويرحمه كسب محبة الناس، كسب محبة أبناء وطنه، الكل يشيد به ويشيد بمرحلة حكمه. نسأل الله له الرحمة والمغفرة، ونتمنى للكويت كل النمو والازدهار في عهد صاحب سمو الشيخ مشعل أحمد الصباح بإذن الله تعالى. سعادتك، كونك سفير الدولة في دولة الكويت الشقيقة، أكيد يعني لك مواقف مع الفقيد الراحل، استقباله، مواقفه، كلماته، بعض الكلمات التي بقيت خالدة في ذهن سعادة السفير مطر النيادي كونك سفير الدولة في الكويت حتى هذه اللحظة. نعم، أنا أول لقاء لي لما قدم أوراق اعتمادي ونقلت لتحيات صاحب السمو المغفور له الشيخ خليفة فطيب الله ثراه، فقال لي يا ابني أنت وسط أهلك، فلست سفيرا لدولة الإمارات وإنما يعني وسط أهلك سفيرا بين أهلك وبين أسرتك، نحن هنا لندعم ونعمل سويا بما يعني يدعم مسيرة المحبة والأشقاء ومسيرة العمل الخليجي المشترك، ونحن الإمارات والكويت شعب واحد، وطن واحد. وهذه الكلمات حقيقة يعني خالدة وكلمات دائما أنا لا أنساها، وكانت مسيرة عملي في دولة الكويت. نسأل الله له الرحمة والمغفرة. آمين. مسيرته خالدة عاطرة سطرها خلال حياته بخدمة وطنه. ما هي أيضا الصفات التي لمستها من فقيد الخليج إذا صح التعبير ووطننا العربي الكبير، ما هي الصفات التي كان يتميز بها رحمه الله؟ نعم أخ حامد، هو فقيد الأمتين العربية والإسلامية، كان يتميز بالتواضع وحبه لأبناء بلده، وقد بادله أبناء بلده هذا الحب. تجده في المسجد، تجده يحنو على الصغير ويحنو على الكبير. سبحان الله، يعني كثير من أبناء الكويت بمختلف الأعمار يحبونه ويلتمون حوله. نعم. لا شك أنه يعني فقيد كبير. نعم. ولكن عزاءنا يعني في صاحب السمو الشيخ مشعل وأبنائه، إن شاء الله نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والنمو والازدهار للكويت.